الوضع الأول كان صعب. من حوالي سنة ما كانش فيه أسفلت، كانت الدنيا بالليل ضلمة ضلمة كحل، ما كانش الواحد آمن يعني إنه يطلع. لما كانت الدنيا بتمطر علينا كنا بنغرق وما نعرفش نمشي، يعني تلاقي الدنيا بره البيت روضه، مجرد انك تطلع من البيت كده ما تعرفش تطلع، كانت الدنيا متبهدله، الصرف كان تعبان، يعني العيشه كانت صعبه. عشان ما تتأخرش على المدرسة. حاضر يا ماما. ركز يا خالد في دروسك. حاضر يا ماما. الطوارئ بقالها حوالي سنة، كل حاجة اتغيرت. الكاس والتخت كانت متكسرة دلوقتي جديدة. الأستاذ كان بيكتب على السبورة مكانش الحروف باينة، مكانناش بنشوف حاجة دلوقتي، وكان بنشوفه جديد وبيكتب ونشوفه بننجله. أكبر عاوز أطلع دكتور أطفال. النهاردة هنختبر خدنا درس مساحة المربع ومساحة المستطيل، هناخد عليه سؤال، ولو عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي عايز نجيب مساحته، مين يعرف؟ ماشي يا خالد، الرقم كام؟ 25 سنتيمتر مربع. برافو عليك يا خالد، برافو، شاطر خالد. أنا أول واحدة بنصحى في البيت، بصحي جوزي أول حاجة، بضطره وروح شغل، وبعد كده خليته يروح المدرسة. هو خالد الأول طبعاً كان بيبقى لما بروح المدرسة كنت بنبقى قلقانة، عشان لأن الأول كان بيجي يقول يا ماما صواع الحتت من السقف بتبقى علينا، السلالم كان ممكن يقع من على الدرجة يتعور، نبقى قلقانة عشانه خالص. دلوقتي الحمد لله هو أصلاً بيبقى حابب إنه يروح المدرسة. كنت بنبقى قلقانة عليه لما بيطلع في الشارع، دلوقتي بقيت مطمئنة عليه لأنه الشارع أصلا دلوقتي بقى أمان نظيف ومسفلت، ما عادش فيه قلق منه. جيت من المدرسة يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. عملت إيه في المدرسة؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خذي الأكل وديه لأبوك في الغيط. أنا مزارع على دراعي، أنا عندي قطعة أرض صغيرة بنزرعها. الغيط بنزرع شوية قمح شوية ذرة. شوية عباد يعني. طبعاً كنت لازم ما تكفيش احتياجات بيتي واحتياجاتي. فبنضطر بقى ايه نطلع نشتغل عند جاري، عند حد عنده شغل ايه يومية كل يوم مثلاً، بحس ايه يعني نجيب يومية ده ايه يعني على دراع، نجيب رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ حلو. تمام يعني؟ تمام. هتروح النادي؟ هتروح النادي بس ما تتأخرش بالليل. أنا عضو في الجمعية الزراعية في منطقة زي الصدر، قدمت عشان أترشح على الناس اللي أنا منهم عشان نحل مشاكلها. طبعاً العمل العام ده أنا مبسوط منه لأنه عمل تطوعي، نبقى أنا نفع لغيري وعمل خير بعد كده نستفاد بيه عند ربنا. الخدمة الجماعية بتقدمها للفلاح بتوفر له الأسمدة، بتوفر له التجاوي، بتوفر له المبيدات، لو في مشكلة ولا حاجة بتحلها له. ده العمل ده كله عمل للجمعية وعمل للأعضاء. عايزين نعرف وسائل تطوير وترشيد الري عشان نشرحها للفلاح يستفيد منها. احنا نقدر نكلمهم عن الري بالتنقيط، بيحتاج فيه مضخة رئيسية موجودة عند مصدر المياه
تاني حاجة محتاج خط مواسير بيتركب على سطح الأرض. تالت حاجة ودي نقطة مهمة خالص، بتبقى عندي حاجة اسمها نقطات، النقطات دي بتبقى متركبة في خط الايه المواسير اللي موجود عندي. جزء من عمل التطوعي من جانب الفلاحين نرشدهم على الأسمدة، نرشدهم على مشكلة في الزراعة، مشكلة في الأرض. أنا عندي الذرة في إصابة كده الدودة بتاكله في القلب كده. تمام، ما بلعمتهوش أو رشيته أو؟ بلعمته قبل كده ورشيته بس الإصابة بتاكله. طب فريحك برسيم؟ ريح مني برسيم. تمام، ان مشكله البرسيم بيعمل فاكس. فاكس ايه؟ فراشه بتفكس في الذره بتشغل الدود، يعني بعد يومين ثلاثه من الرش او التبلعين تبص تلاقي الدوده اشتغلت تاني. دي مشكله. المشكله الثانيه الارض بطاطس، الموضوع اصعب. فانت ممكن تكون رشيت حاجه ضعيفه. الشارع او على الطوب وكل الكعب اللي بيتكسر ما كناش بنعرف نلعب خالص. دلوقتي انا بتدرب في مركز شباب اللي في البلد. الارض الاول في المركز كانت بايظه، كانوا عاملينها اسمنت وكان فيها مطبات. دلوقتي بقى في نجيله بنعرف نلعبه، والملعب مساوي بنعرف نلعبه. يعني هنا زمان ما كانش فيه الا مدرب واحد، دلوقتي بقى فيه مدربين مش مدرب. أنا بحب ميسي ومبابي ومحمد صلاح. بحب ألعب مهاجم. التغيير ما ننكرهوش. الأول كان الصرف، يعني صرف أهالي. اللي عنده أبار زي حالاتي كده، يعني إيه، عشان خاطر تستعمل المية تستعملها بالحكمة. لما جه الصرف اشتغلت براحتك. عمود الإنارة دلوقتي حسستنا بالأمان، يعني نتمشي انت تروح أي مكان بالليل زي بالنهار. كنا فاكرين إن المعيشة اللي احنا كنا عايشينها عادي، الناس كلها عايشة كده، أنا زي جاري زي ده زي ده، فعرفنا إن ده ما كانش عادي. البيت دلوقتي اتغير عن الأول خالص. الأول ما كانش في المياه في البيت، كنت بملى من عند جيران. دلوقتي الحمد لله المياه بقت في البيت، والمياه نفتح الحنفية نغسل مواعيني وأنا مرتاح عن الأول خالص. الحيطان ما كانش متمحرة، الشبابيك ما كانش زي ما هي موجودة دلوقتي. الشبابيك دلوقتي بقت تمام، وسلك وجزاز وشيش. أحلى حاجة في الدنيا إن أحس إن أنا عايشة حياة كريمة.